إذا عندي هاي السامبل سيجنال اللي أخذتها عملت لها كونستركشن من 0 لإنفينيتي، إن تكرار قيمتها من 0 1 2 3، يعني هون إذا بدك تحط إن إز طبعاً هي انتجر واضح إنها من هناك إنها انتجر، بس إحنا يعني من هذا التيرم نرجع نبين إنه انتجر. إذا هذه لها قيم بلحظات معينة مضروبة في دلتا، وإحنا أخذنا هون اللابلاس ترانسفورم، خلينا نروح ناخذ اللابلاس ترانسفورم من هون. إحنا ما أخذناه هون هناك، إذا بناخذ هون اللابلاس ترانسفورم، إذا R ستار أو S بدها تساوي. هلا تذكروا من المثال اللي اخذناه هون، هذه عباره عن ايش؟ هاي فانكشن نمبر تقريبا هذه تون. اذا عم بالي باخذ له انا لابلاس ترانسفورم هو اي فانكشن؟ هاي الدلتا، والدلتا اللابلاس ترانسفورم تبعها لو فيش فيها شيفت شو بيكون دائما؟ واحد. بس لما يكون عندي شيفت بضربها بايش؟ اذا وهذا كونستنت مضروبه فيه، اي اللابلاس ترانسفورم شو بقول؟ انه اي شيء مضروب في كونستنت لما بعمل له اللابلاس ترانسفورم شو بعمل؟ مش بخلي نفس الكونستنت؟ يعني القاعده بتقول انه اف اوف تي مضروب في سي ايش بيساوي بدلاله اف اوف اس؟ مش هيك؟ مضبوط؟ لما بضرب هاي، اذا عندي هون هلا راح تصير هذا عباره عن كونستنت ار ان اوف كابيتال تي مضروب فيه دلتا تي عم تتحول لواحد، بس كل مره ايش بصير في عندي؟ شيفت. شو بختار هذا الشيفت؟ اي تو ذا ماينس ان اس. وهي بتقدركم تطلعوا على هذا المثال اللي حليناه قبل شوي، لانه بوضح لك الفكره شو عم بتصير، انا عم باخذ كونستنت فاليوز قيم من ار اوف تي على النقاط، وبعد بضربها في اللابلاس ترانسفورم تبع الدلتا، بس مع شيفتس مختلفه، هي الشيفتس المختلفه اللي موجوده هون، هذه صارت عندي، هلا هون حتى رح نحط زد حتى تكون مور كونفينينت، لان هي هون رح تدخل باللابلاس بالزد ترانسفورم، الزد رح افترضها انها بتساوي اي to the n e to the s e to the s t فبتصير عندي e to the minus n s t بتساوي z to the minus n مضبوط؟ إذا فرضت إنه z بتساوي e to the s t صارت هاي الكمية هي z to the minus n فصار عندي الآن هي تعريف الـ z transform هو r of z يعني إذا عندي function r of t بتصير f r of z وهاي طبعا هون نسينا نحط تساوي n تساوي 0 to infinity r n capital t وبدال e to the minus n s t ايش بحط؟ z to the minus n يعني إذا بدك ترسمها بشكل ثاني بتصير r n of t على z to the n هذا هو الزد ترانسفورم لفانكشن، يعني اذا الزد ترانسفورم لفانكشن شو بعمل؟ باخذ السامبلز تبعت على نقاط مختلفة وبضربها في زد تو ذا ماينس ان، أنا عارف إنه ابستراكت بس الطريقة الوحيدة حتى تتذكره بدك تتذكر هي الفيزيكال، هي الفيزيكال سيجنفيكانس تبعه اللي عمالي بحوله، هلا رح نعتمد كثير على الجيومتريك سيريز. لأنه لاحظوا هاي عبارة واحد على زد تو ذا ان مجموعها شو بيساوي؟ ايش هو؟ ايش هذا الجيومتريك سيريز؟ كل مرة بايش عمالي بضرب؟ في واحد على زد يعني عندي واحد على زد واحد على زد سكوير واحد على زد كيوب واحد على زد فور مظبوط الكومن تيرم اللي عم بضرب فيه كل مره هو ايش؟ واحد على زد هي الريشو الكومن ريشو اللي بضرب فيها باستمرار